كل اللي طلبت حاضر يا مملكه. بسم الله يا والله عم فتح انا وعم الجوع. مد ايدك يا قوم اقف. قوم اقف. جبت ايه؟ انا ما اعرفش والله يا مملكه، انا رحت جبت الكرتونه من الراجل اللي انت قلت لي عليه زي ما هي، ولا مؤاخذه يعني ما اعرفش فيها ايه. افتحها وطلع اللي فيها. اللي بعتني ليه؟ قال لي في ناس تحطهم في عينك يعموك. انت عارف ياض انك اول واحد يتجرى ويخني. غلطة غلطة والله يا مملكة، حقك عليا. سامحني بس المرة دي وانا هلحس التراب اللي بتمشي عليه. اللي يخون يهون. عباوي عباوي يخون؟ خانك وسجل لك وبعنا للمستشار. اه ناقص يا خسيس، هخلص عليك بايدك. اقعد اقعد يا توحى، ما توسخش ايدك. اللي زي ده لو مات يرتاح، ده لازم يتمنى الموت. خدوه من قدامي دلوقتي. حقك عليا كبير، سامحني بس المره دي. خدوه. غلطه مش هتتكرر يا كبير. يا مملكه يا مملكه. انت اللي خليت عدنان يعمل فينا كده. انت بدل ما تحمد ربنا وتشكرني، ده لولايا كنا زماننا بنقرا عليك الفاتحه دلوقتي وبنوزع عليك قرص. الديب بيهرب لما بيحس بالخوف، وانت ما جيتش تخرجني من الورطه ببلاش. انا عرضت عليك 20 مليون دولار. هارون يا ملكي، انا ما بقبلش فلوس حرام. بضاعتك انا خدتها منك عشان املص لك ودانك. انا كل اللي عايزه منك دلوقتي تطلع كده تريح وتمخمخ وتفكر. انا ما عنديش استعداد انام ليله واحده في الحبس. انا مش عايز ادخل عادل ومريم في حاجه تانية ابدا. احنا نخلص القضيه دي ما بيننا وننفض ايدينا بقى من القرف اللي انت دخلتنا فيه انت وابنك. برافو برافو يا بابا، برافو يا عمي عادل. انا اتفرجت على اقذر عرض مسرحي ممكن اشوفه في حياتي. انتوا ايه، بتزهقوش؟ ما بتتعبوش من القذاره اللي انتوا عايشين فيها دي؟ انت فاهم غلط يا عادل، انا مش زيه. انت اكيد سمعتني وانا بقول له مش عايز ادخل ولادي في حاجه تاني. انا عايز احافظ عليكوا يا ابني. طبعا طبعا، انتوا تقتلوا القتيل وتمشوا بجنازته. الله، ما انت حلو اهو. امال كان بيقول عليك مجنون ليه؟ لا ما انا خفيت وخطتك فشلت واتقلبت عليك، وابنك اللي انت كنت بعته عشان يجنني اخذ عقابه من عند ربنا. اخيرا فهمت، هو ده اللي كنت عايز اقوله لكم من زمان انت ومريم. طيب ما قلتوش ليه؟ ولا خفت يكشف سرك اللي كان هيقوله في الاسم؟ اوبا، الواد طلع اذكى منك بكتير يا هارون. عادل تعالى نقوم ننام وبكره نتكلم. ايه؟ خايف يتكلم؟ لا يا حبيبي، ما انا مش هتكلم. انا كده كده ماشي. لا خليك قاعد، انا اللي همشي. بس اوعدكم نهايتكم هتكون على ايدي وقريب قوي. عادي، انت كنت جاي ليه؟ كنت هنسى. كنت جاي ليوسف بيه عشان اقول له ان مريم مطلوب القبض عليها بسبب صفقات ابنه الشمال،
ومن مصلحتك تيجي تعترف ان ابنك كان بيمضيها بدون معرفتها. ابنك بيساومني يا هارون. طلعت منك يا ودي يا عادل، ما ينفعش تلعب مع يوسف الملكي. والقضية يا حبيبي اللي انت ماسك فيها دليل دي، الطرفين الاساسيين اللي فيها ابوك وشريف الله يرحمه. ده على الورق، لكن لحظة الاتفاق اللي كان في شركة تداول الاموال معايا منها فيديو، صوت وصورة. سلام يا عمي. احنا بنعمل ايه هنا؟ استني حد جاي لي علشان يدبر لنا مكان نبات فيه لحد الصبح. بقول لك ايه، انا عايزه انزل اشوف البحر. يلا يلا يلا، عايزه اشم شويه هوا. يلا ممكن أسألك سؤال؟ اتفضلي. انت بتساعدني ليه؟ عشان متأكد انك مظلومة. برضو انت مكنتش مضطر تساعدني فليه؟ طب ممكن انا بقى أسألك سؤال؟ انت ليه لجأتي لي؟ يمكن عشان كنت حاسة ان انا هبقى في امان معاك. ما تسألنيش ليه، بس مش عارفة هي كده. ويا ترى بقى احساسك طلع صح؟ يحيى انا بجد محظوظه قوي بوجودك جنبي بالرغم من الظروف الصعبه اللي اتقابلنا فيها. وانا مر عصام وصل اهو. الحمد لله على السلامه. نورت اسكندريه. الله يسلمك يا عصام، الله يخليك، منوره باهلها. الله السلامه. قولي لقيت لي المكان؟ وجب وحضر، بس قبل اي حاجه نتعشى عشوه. عدنان بير هم قدامي دلوقتي، انفذ. انا بس بدي خلوفهم وبدي اعدي زولوجي. امان يا بس. لا مش هينفع يا عصام، والله عندنا مشوار بكره مهم جدا الصبح، ويا دوب نلحق ننام ساعتين كده. اللي تشوفه يا حباشا. تمام، نشوف المكان. اتفضل. الحقني يا يوسف، نديم اتخطف. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت هتستعبطي ولا ايه؟ انا ما بستعبطش، انا نزلت اجيب له شويه حاجات، جم رجاله خطفوه. وانت ايه اللي خلاك تخرجيه من البيت اصلا؟ من امتى الحنيه دي؟ الله مش حفيدي يا مفتاح. اوعي اوعي مفتاح، انت زفت. كل اللي حضرتك هتحتاجه هتلاقيه موجود جوه، بس اهم حاجه محدش ينور نور خالص جوه الكابينه، لانه باين من على الكوبري، ولو حد شافه هينزل لكم يضايقكم ويعمل الغفير اللي موجود قلق. تمام، ما تقلقش. لا مؤاخذه كبير، لما تعوزني هتلاقيني، هجيب العشاء وطلبات الصيدليه. كتر خيرك يا عصام، تعبينك معانا. تحت امرك يا كبير، ده يوم المنى لما نخدمك، ده احنا عايشين من خيرك. تسلم. هو انت تعرفه كويس؟ يعني شكلك واثق فيه قوي. عصام ده بقى ابن عم بكر، حارس البيت بتاعنا، تربي عندنا من هو صغير. اه